السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا ميكروفون سنوفليك من شركة بلو. الميكروفون يجي حجمه صغير بحجم كف اليد تقريبا. يتم فتح الميكروفون من خلال سحب الطبقة العلوية من السفلي أو القالب العلوي، رفع الميكروفون وترجيعه إلى المنضدة. كذا الميكروفون ممكن يوقف. بعدين يتم توصيل الواير USB من خلف الميكروفون والطرف الثاني، بس توصلونه في الكمبيوتر ويشبك على طول. أحلى شيء في هالميكروفون أنه ممكن تستخرج الطبقة العلوي وتعلقه فوق الشاشة أو فوق اللابتوب نفسه، وبهالطريقة يكون المسافة بينك وبين الميكروفون مناسبة ويطلع الصوت واضح، هو تقريبا مسافة قدم. وفي نفس الوقت ممكن ترجع بسهولة للقالب ويكون الميكروفون واقف وستاندالون، يعني يوقف بروحه وممكن تحطه في أي مكان فوق الطاولة. نفس ما شفتوا هذا ميكروفون سنوفليك، هو حجمه وايد صغير، ممكن بسهولة تحطه في الجيب أو في الشنطة. وتسجيل الصوت حاليا كله كان من نفس الميكروفون اللي تشوفونه. سعر مناسب وكواليتي مناسبة.